صاحب اسمه رئيس الدولة. بدأ انطلاقة ثاني أشواطنا لهذا اليوم بهذا الزي اللون الأخضر من الفئة العمرية من 16 وحتى 20 عام من 3 كيلومترات. 3 كيلومترات بدأ انطلاقة ثاني أشواطنا لهذا اليوم وحتى الآن في هذه الانطلاقة وبداية أشواطنا مع نهب مع أبو ظبي هو الذي احتل الصدارة حتى الآن في بداية هذه الأشواط. محسن بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري هذا هو. والمركز الثاني مشاهدنا الكرام بقيادة مي ثاني أشواطنا حتى الآن خلفان بن سعود بن خلفان بن سعود خصوان الكتبي بقيادة شاهين حتى هذه الأشواط مشاهدينا الكرام. وثاني أشواطنا لهذا اليوم وحتى الآن في الصدارة صدارة هذه الأشواط مع جبار نعم جبار محمد بن مصبح بن سعيد بن راشد ربدان نعم ربدان الذي يحتل الصدارة حتى لا مشاهدينا الكرام لعبد الله بن علي بن عبيد الكتبي. نعم ربدان هو الذي يحتل الصدارة حتى الآن في هذه الأشواط. هذا حتى الآن شعفر نعم للتصحيح مشاهدينا الكرام شعفر هو في الصدارة غلام بن موسى البلوشي الذي على ظهر الخوار. نعم هو في أول أشواطنا لهذا اليوم. هذا هو لأول يوم حتى الآن مشاهدينا الكرام. نعم يحتل الصدارة في هذه الأشواط. نعم هذا هو البلوشي الذي احتل الصدارة هذه الأشواط حتى الآن. سلامي عليك يا شعفار بقيادة الخوار. وثاني أشواطنا لمنصور بن عبيد بن مبارك بالحول الحارثي بقيادة الغربي. نعم هذا هو بالحول بقيادة الغربي. خطير يا بالحول. والمركز الثالث مشاهدينا الكرام حماد بن نهيان بن حماد الصغير بو خرايط العامري بقيادة هملول. نعم هو في ثالث أشواطنا لحتى الآن. والمركز الرابع مشاهدينا الكرام هو حتى الآن فيصل بن سعيد بن محمد بن حسن الخاطري بقيادة نهب. نعم نعود نحن وإياكم مشاهدينا الكرام على الصدارة صدارة هذه الأشواط. شعفر بن غلام سلام يا شعفر سلام. الله سلام إلى دبي سلام. الله عليك يا شعفر. هو يحتل الصدارة في آخر كيلومترات مشاهدينا الكرام. وخطير يا راعي هملول خطير حماد بن خرايط العامري. نعم خطير هذا هو يوجه إلى الهير. نعم هذا هو حماد الذي يحتل ثاني أشواطنا لهذا اليوم. والمركز الثالث بالحول بقيادة الغربي. نعم منصور سلامي على هذا الركوب المميز. نعم هذا هو الخطير خطير يا راعي هملول. نعم انك خطير في آخر كيلومترات. نعم حماد بن هيان بالخرايط العامري آخر 400 كيلومترات
حتى الآن 400 نعم 400. سلام يا راعي هملول، نعم خطير، يوجه السلامات إلى الهير، هذا هو إلى العين والسيارة، نعم السيارة، الله عليك يا راعي الغربي، غربي غربي، هذا هو يأتيك راعي الغربي، نعم وصل وصل نهب وصل نهب وصل نهب، ولكن هملول الذي احتل المركز الأول حتى الآن، حماد بن هيام الخرائط العامري الذي احتل الصدارة في هذه الأشواط، والمركز الثاني فيصل بن سعيد بن محمد بن حسين الخاطري بقيادة نهب، والمركز الثالث مشاهدينا الكرام شعفار بن غلام بن موسى البلوشي بقيادة خوار، والمركز الرابع مشاهدينا الكرام مطر بن سالم بن محمد بن علي بن عبد الله بن هويد الكتبي بقيادة هملول، والمركز الخامس خليفة بن خلفان بن مصبح بن عبود بن مصبح الغفلي، والمركز السادس مشاهدينا الكرام حتى الآن منصور بن لا ما المركز السادس مشاهدينا الكرام بالحول منصور بن عبيد بن مبارك بالحول الحارثي بقيادة الغربي، كنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام في ثاني أشواطنا لهذا اليوم، نعم نقول شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان الذي احتل الصدارة بقيادة هملول حماد بن نهيان بن حمود أبو بن حماد أبو الخرائط العامري الذي احتل صدارتي هذه الأشواط. نعود نحن